撤！نحن اليوم في علامة سفينة جالكسي لوبر الإسرائيلية. جينا السفينة تحولت إلى مزار، بدل عن كانت سفينة شحن للإسرائيليين تحولت إلى مزار لليمنيين من جميع المحافظات. يعني لو تشوف اليمنيين كيف الحجم اللي يدخلوا لها في كل يوم، حجم كبير. تحولت، بدل ما كانوا يزوروا الحدائق والشاطئ رجعوا يزوروا سفينة جالكسي. سنعاود احتجاز السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وفي باب المندب، وكما المجاهدين والسيد يحفظه الله أمس تم ضرب ثنتين سفن حربية في الباب المندب، وهذا كلها للدفاع عن أهلنا في غزة والأطفال الذين يضربوا ويقتلون الأطفال في المستشفيات والنساء في بيوتهم